هو أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، وهو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، ومؤسس علم أصول الفقه، وهو أيضا إمام في التفسير والحديث، وقد عمل قاضيا فعرف بالعدل والذكاء، كما كان فصيحا شاعرا وراميا ماهرا ورحالا مسافرا، وكان يحفظ الحديث بمجرد السمع. وقيل إنه هو إمام قريش الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: عالم قريش يملأ طباق الأرض علما. ولد بغزة عام 150 هجرية، وحفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وحفظ الموطأ وهو ابن 10 سنين، وأذن له بالإفتاء وهو دون 20. هاجر إلى المدينة طلبا للعلم عند الإمام مالك، ثم ارتحل إلى اليمن، ثم إلى بغداد سنة 184 هجرية، وأخذ يدرس المذهب الحنفي، وبذلك اجتمع له فقه الحجاز المذهب المالكي وفقه العراق المذهب الحنفي. وأثناء وجوده في بغداد تعرف على علم أهل الرأي، ثم عاد إلى مكة وأقام فيها نحو 9 سنين لينشر مذهبه. وتتلمذ عليه في هذه الفترة الإمام أحمد بن حنبل، ثم سافر إلى بغداد ثانية سنة 195 هجرية، وقام بتأليف كتاب الرسالة الذي وضع به الأساس لعلم أصول الفقه، ثم جاء إلى مصر سنة 199 هجرية، وبدأ بإلقاء دروسه في جامع عمرو بن العاص، فجذبت فصاحته وعلمه كثيرا من أتباع الإمامين أبي حنيفة ومالك. وفي مصر وضع الشافعي مذهبه الجديد، وهو الأحكام والفتاوى الذي استنبطها بمصر، وخالف في بعضها فقهه الذي وضعه في العراق، وصنف في مصر كتبه الخالدة. ومن أشعاره المشهورة: ما حك جلدك مثل ظفرك، فتول أنت جميع أمرك، ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. وظل الإمام الشافعي في مصر حتى لقي ربه في 30 رجب سنة 204 هجرية.